وعلينا جميعا أن نقبل في شهر القرآن على القرآن، وأن نحفظه، وأن نستعيد حفظنا، وأن نتقن تلاوته، وأن نقرأ ما تيسر منه. فالله جل وعلا يقول: ورتل القرآن ترتيلا، ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك، القرآن فيه بركة، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعليك يا عبد الله أن تتذكر قول خالقك ورازقك جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب.